تعتبر غابات الأمازون أضخم غابات مدارية في العالم، إذ تمثل الرئة التي تتنفس الأرض من خلالها، فهي الغابات البكر في القارة الأمريكية. تمتلك هذه الغابات تنوعاً حيوياً مدهشاً لدرجة أنها تضم نوعاً واحداً من بين كل 10 أنواع من الحيوانات في العالم كله، فيمكن لهكتار واحد من الأمازون أن يحتوي ما بين 200 إلى 500 نوعاً من النباتات، ويمكن لشجرة واحدة أن تضم 40 نوعاً من النمل. هذه الغابات هامة جداً بالنسبة للبيئة لأنها تحتوي على أغلبية الأنواع الحية على الأرض، كما أنها مفيدة لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون الذار إلى أكسجين، فضلاً عن احتوائها على مختلف أصناف الغذاء الهام للطبيعة. تواجه غابات الأمازون اليوم خطراً كبيراً بسبب ارتفاع درجة الحرارة وظاهرة الاحتباس الحراري، فضلاً عن قطع الأشجار المستمر، إذ يجري حالياً الاعتداء السافر على هذه الغابات، حيث يجري قطع جائر لأشجارها ونباتاتها لتحويلها إلى مواد صناعية، فضلاً عن زراعة المخدرات فيها وإنشاء معامل تصنيعها.